فهي هذه الإشكالية البسيطة اللي أحيانا نواجهها دكتورة غادة في حكاية إنه مثلا يجونا في مراحل التوجيه شخصيات معينة تقول بس أنا أهلي السبب في هذا اللي وصلت له، فخلاص إحنا انتهينا في 20 سنة. السنة الأولى هناك كانت قدرتك محدودة، بعد كذا الإنسان يعيد ترتيب ذاته ويبدأ يكون مسؤول عن حياته بالكامل. نعم. من النقاط الرائعة اللي حضرتك ذكرتيها قلتي إنه الإنسان يتمرس في القيادة قبل ما يكون قائد فعلي، نعم. فكيف الإنسان يوفق حقيقة بين موضع قيادته الفعلية مثلا في البيت وبين التطلعات المستقبلية، التطلع في الأعمال المهنية، الطموح، الدراسة، الأشياء هذه كلها، فكيف لو جينا تحديداً عند الفتيات كيف أوفق ما بين التطلع المهني وما بين مسؤوليتي كربة بيت؟ يعني موضوع التطلعات المهنية هو وارد ولابد منه، لأن إحنا حنوصل لمرحلة أولادنا يكبروا ونبغى نخرج للمجتمع، أو نبغى نخرج وهم في المدارس، أو في أوقات يكونوا، لأنه المسؤولية الأولى عندي أنا كأب وأم تماماً، يعني بلا منازعة هي الأسرة هذه، لأن أنا أخذت هذا القرار إني أنا أجيب هذا الطفل، سواء كان القرار ده واعي أو غير واعي، هو وصل جاء، فلابد أجعل أولوياتي لتنشئة هذا الطفل، لأنه هذه أنا بصنع الفصل الثاني، لاحظي، للجيل الجاي، وأنا يا إما بأصنع قائد أو بأصنع شخص يعني غير فعال في المجتمع أو عبء على المجتمع، أبسط العبارات، إنه يكون مجرد موجود غير قادر على قيادة ذاته، عبء. فهذه يعني المسؤولية الأولى. فلما نيجي للمهنة والمسؤولية الأولى، لابد يكون في توفيق، والتوفيق طبعا هذا شيء يعني راجع للسياق وراجع لشخصية الطفل وشخصية الأم ولمقدراتها. لكن كل أم وكل أب، حتى الأب، إحنا ما نعفي الأب عن المسؤولية، لأنه كلهم الاثنين الآن بيخرجوا بيشتغلوا بيحطوا الدخل تبعهم في 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 قارورة واحدة ويسحبوا منه طول الشهر وما يستغنوا عن بعض في الدخل المادي. هي الأولى هذه، كيف أنا أقدر أنمي قدرتي على التوفيق؟ أول حاجة لازم أعملها في أي نوع من القيادة إني أنا أنمي الوعي الذاتي عندي، قدرتي إني أنا أشعر بنفسي وبأفكاري ووجه هذه الأفكار والمشاعر في اللحظة واختارها، القدرة على الاختيار، إني أنا ماني ماشية أستجيب في ردود الأفعال فقط، لابد أكون أنا أسبق لردود الأفعال دي بإن أنا أستطيع أني أنا أتبصر، وحتى أتبصر لازم أتحرر، أو الاثنين مع بعض. هقول لك أشتغلي على الاثنين سوا في وقت واحد، لكن تحتاجي دعم كشابة عندها أطفال وهو نفس الشيء عنده أسرة مبتدئة، الاثنين محتاجين دعم. موضوع أني أنا أجلس أحاول أعمل قيادة لذاتي بذاتي وأرفض أني أنا أستثمر في نفسي أو أشوف أحد يساعدني أو أبحث عن طرق متاحة.